وان شاء الله احنا في استعدادات عاديه، والجمهور عطانا واحد الثقه كبيره، وخصوصا الماتش اللي فات تاقوا فينا، وان شاء الله كنوعدوهم ان شاء الله بعد الماتش اللي جاي مع المريخ السوداني ان شاء الله غادي نحقق واحد النتيجه ايجابيه وبسكور مزيان باش نزيدو نرضيوهم ولما لا نجيبو لهم اللقب ان شاء الله ديال الكوب العربي. وبعدا كنشكر المدرب اللي عطاني الثقه والجديه والخدمه هادشي اللي كاين. شكرا.